دير تقيد دير هاك ما كاينش ليسباس كاين هذه صحيه كنا صغار كنا نتلاقاو ملي كنا والوقعات كنا ملي كنا الله يبارك فيك مدام. هذه الحملة التحسيسية الهدف منها هو يعني تقييد إلزامية التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية للوقاية من انتشار وباء كورونا. يعني ما لاحظناه في الآونة الأخيرة خاصة المواطنين المتوافدين على عربات ترامواي يعني عدم تقيدهم بهذه الإجراءات، خاصة إجبارية ارتداء القناع الصحي وكل ما يتعلق بالصحة العامة للمواطنين. نطلب من الشعب الكريم يقوم بالإجراءات هذه تاع الوقاية، وبين الوقاية خير من العلاج كما نعرفوها.